أحسن رمضان على دوزان. درتو خدمة زوينة اليوم، ولكن حاجة بغيت مازال نحس بالحب في الكوزين. خاصك تكون كتبغي داكشي اللي كطيب، حيت بنا كتخرج من القلب. وي شيف، أسرة ديال الشيف كتكون في راسو، في الشم ديالو، الذوق ديالو، ماشي في كارمي. وباش تكوني شيف شي نهار خاصك تخلقي الأسرار ديالك. راه أي مذاق عنده إيستواغ، عنده حياة. أنا كنتيق فيك نسيم، كنعتبرك بحال ولدي. أنا عارفك باللي أنت مخلوق باش تكون شاف. ولكن دابا حنا عندنا نسيم وخصنا نزيدو نكبرو ونتشهرو. علاش رسطو لي قدامنا تيجيولو الكليان وحنا لا؟ اللي كتخرج من القلب أوليدي كتوصل للقلب. هادشي اللي عندك ما نقدروش نسموه مرض بشكل قطعي، هو خلل على مستوى حاسة الشم والذوق. ما عرف باش توليت كنشوف حياتي كلها كتريم قدامي، خدمتي، أحلامي، كلشي. وما تقولش هاد الهضرة، تفاؤل زعما تعلمتو منك. دايزو القوام كل اثنين في 11:45. أحسن رمضان على دوزام. دوزام تجمعنا.